من بعد ما شاركت أم سيف فيديو عودتها لعالم اليوتيوب من بعد غياب دام عدة أيام من الفيديو اللي شاركته قبل أشهر واللي أثار الجدل آنذاك، ومن بعد ما طمأنت جمهورها ومتابعينها عن صحتها وحالتها بعد الفيديو وصرحت عن تواجدها بسوريا، شاركت أم سيف فيديو تاني صرحت فيه ولأول مرة أنه السبب اللي خلاها تشارك الفيديو اللي أثار الجدل كان سبب عائلي. بس اقسم بالله العظيم انه الفيديو ما كان لا كرمال مشاهدات ولا كرمال ارباح. حابه اقول لكم انه هذا الفيديو خاص، او فيكم تقولوا انه عائلي، وانا ماني حابه شارك هاي المشكله على السوشيال ميديا. بتمنى منكم انه تفهموني. وسبب تواجدها بسوريا قبل ايام كان لتنظيم عمل او حمله خيريه لبناء مدارس هناك. من بعد ما شارك سامي الشافعي الإعلان الرسمي لأول فيلم قصير من إخراجه، أخيرا نزل الفيلم الكامل على قناته على يوتيوب واللي نال نسبة كبيرة من الإعجاب من طرف الجمهور نظرا لدقة التصوير والصوت والتمثيل، وخاصة لما يحمله سيناريو الفيلم من معاني عن عالم السوشيال ميديا واللي سماه سامي داخل الفيلم بسجن الأرقام. فهل شاهدتم الفيلم كاملا وشو رأيكم بالفيلم؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما غيث مروان فرجع مرة ثانية للساحة بستوريهات جديدة على انستغرام وحتى بفيديو جديد على يوتيوب من بعد انقطاعه عن التنزيل لعدة أيام بسبب وفاة جده الله يرحمه، فعودة موفقة لغيث مروان. رغم نجاح عملية أنفها بنسبة جدا كبيرة إلا أن نور ستارز تلقت مجموعة من الانتقادات حول العملية، وخاصة لما قالت لو لم أكن مشهورة لما فكرت بعملية التجميل. ومن بين الناس أو المشاهير اللي انتقدوا كلام وعملية نور ستارز كانت اليوتيوبر سارة جو واللي شاركت فيديو على قناتها على يوتيوب واللي كان بعنوان إدمان اليوتيوبرز البنات على عملية تجميل الأنف بسبب الشهرة، واللي حطت فيه صورة نور ستارز ونارين بيوتي كصورة مصغرة للفيديو، واللي اتطرقت فيه لموضوع حب النفس والثقة بالنفس وتأثير التعليقات السلبية على المشاهير بشكل كتير كبير. فشو رأيكم بكلام سارة جو بالفيديو؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهي فقط قامت بهذه العملية لأنها تحت أضواء الشهرة. يمكن بالنسبة لكم راح تجيكم هذه عادي، ولكن هالجملة هذه فعليا جملة خطيرة جدا. وعلى فكرة أنا بشوف إنه نور ستار ضحية لهذه الصورة، ناس أو السوشيال ميديا رسموها وحطوها إنه لازم أي واحد مشهور تبع هذه الصورة. هذه ضغوطات اللي على كل هاد اليوتيوبرز وهاد صناع المحتوى وهاد المشاهير بتخليهم إنهم يقوموا بأشياء لأنهم تحت الأضواء لأنهم مشهورين. أما نارين بيوتي وإخواتها البنات سيدرا وشيرين فرجعوا من جديد لدبي قبل يوم، فشاركت كل من سيدرا وشيرين ستوريهات من صالون الحلاقة بدبي، أما نارين بيوتي فشاركت ستوري من المطار، والجدير بالذكر أنها كانت عم تبكي بالصورة اللي نزلتها بالستوري وما ذكرت السبب وراء بكائها، وشاركت ستوري بعده وكتبت الحمد لله. فشو رأيكم؟ ما سبب بكاء نارين بيوتي يا ترى؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.